تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان منظومة العمل والخدمات الطبية والعلاجية التي يتم تقديمها داخل وحدة طب أسرة الكبانية لخدمة أكثر من 12 ألف نسمة من أهالي القرية. خلال تفقده لأقسام الوحدة استمع المحافظ لشرح تفصيلي عن مكوناتها والتي تم تنفيذ مشروع الإحلال والتجديد لها على مساحة 1350 متر مربع وبتكلفة 25 مليون جنيه، حيث تضم عيادتي طب أسرة وعيادات للطوارئ والأسنان ومعملا للدم والتطعيمات والصيدلية.